مسافير يعني بشكر الاصدقاء منهم كلهم اللي جم لسه في السكه ان شاء الله يجوا بالسلامه يعني. وهو الموضوع الاساسي هو بيدور حوالين تأريح الاغتيالات السياسيه والصراع على السلطه من زعاده عثمان بن عفان سنه 25 هجريه لحد سقوط بغداد في ايد التتار سنه 656 هجريه، حوالي 631 سنة. بيتناول فكرة الخلافة من نشأتها لحد سقوط الخلافة، مش كفكرة لأنها في الأصل مش موجودة، إنما نقول كبنيان يعني زي بيت كده وقع خالص. الخلافة الشيعية والسنية الاثنين تقريبا الاثنين وقعوا في وقت واحد. الخلافة في حد ذاتها طبعا الكتاب ملوش علاقة بدين خالص، ده الكتاب بيتناول الموضوع بيتناول التاريخ فقط لا غير. وإذا كنا حتى عرضنا فيه مبادئ فكر ديني لأي جماعة إسلامية أو كده فهو إحنا بنعرض الفكر بتاعهم بس، لا بنناقشه ولا بنتناوله ولا أي شيء. فهو في النهاية تاريخ، مش عايز اقول فكر بشري ولكن تاريخ انساني يعني. وبتبدا الموضوع طبعا من اول وفاه النبي مباشره، الناس يفاجئوا بالوفاه دي، والنبي كان هو القائد وهو بيسوس الامور كلها سواء دينيه او دنيويه. وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا كان المجتمع بدوي، ما عندوش لا نظام اقتصادي ولا نظام سياسي ولا حتى اداري. يعني عمر بن الخطاب لما جه يعمل شبه دوله استعار فكره الدواوين اللي هي الوزارات يعني من الفرس. فطبعا ده كان اول بدايه نشوف الصراع حوالين فكرة من يخلف النبي. ما كانش فيه كلمة الخلافة ولا كان فيه كلمة خليفة، يعني ندور في التاريخ عشان نقول أو نؤصل ونؤسس لفكرة انتفاء فكرة الخلافة. انتفاء فكرة الخلافة من أساسها من الأول خالص. فهي قامت بالصدفة، وحتى النزاع ده حصل بالصدفة بين مجتمعين، مجتمع الأنصار ومجتمع قريش وكده، ومجتمع سقيفة بني ساعدة. وحصل النزاع ده إن الأنصار قالوا إحنا أولى وقريش قالت إحنا أولى، وكان هتتحول إلى حاجة تانية خالص. يعني كان نزاع أو صراع ممكن يوصل للحرب يعني. حتى بعد كده سعد بن عبادة الخزراني ده اتقتل يعني، واختيل، تم اختياره، ما قلتش ده في كتاب على فكره، لانه قتله خالد بن الوليد. وكان يظن ان عمر بن الخطاب ده رايه يعني، فعمر قال له انت عملت كده؟ قال له انا افتكرت انك عايز تخلص منه يعني. فانتهى الموضوع ان عمر بن الخطاب، ودي محطة أساسية في الموضوع، عمر بن الخطاب قام بايع أبو بكر الصديق لعدة أسباب، منها طبعا بالنسبة لي أنا فهمتها كده، درء الفتنة، سد باب الفتنة، ودي كانت حاجة مؤقتة لأن الفتنة بعد كده فتحت أبوابها عن آخرها وما تسددش ولم تغلق. يعني أنا بس هقول كلمتين قالهم علي بن أبي طالب في بداية المقدمة على الموضوع ده بالظبط يعني، وكأنه بيتنبأ. بيقول يقتل في هذه الأمة إمام فينفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، ويلبس أمورها عليها
ويتركهم شيعا فلا يبصرون الحق لعلو الباطل. وده اللي حاصل لغايه النهارده. الناس اللي بيدوروا فكره الخلافه من حين لاخر ويؤسسوا عليها احلام كده مش عارف ازاي. وفي بعض الناس زي حزب التحرير، مش حزب التحرير يعني حزب التحرير الفلسطيني اللي هو نشأ في فلسطين، حزب التحرير الاسلامي واخد الخلافه او حط الخلافه كفريضه دينيه، ركن من اركان الدين. احنا نعرف كمسلمين، انا مسلم سني، نعرف ان اركان الاسلام خمسه، حزب التحرير خلاه سته، مش عارف ازاي. يعني الخلافه اللي ما يؤمنش بالخلافه وما يبيعش الخليفه يبقى مش مسلم اصلا. وكمان النبي كان لازم يقول الكلام ده، النبي سكت عن هذا تماما. والتأييد للكلام ده علي بن ابي طالب لما جه مات، فقالوا له اوصي يعني هات حد سمي حد يخلفك، فقال لهم لا، انما اتركهم كما تركهم الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني الرسول ما وصاش بالخلافه وما قالش اسمها ولم تذكر في اي حديث. وانتهت الخلافه الرشيده كده، يعني الخلافه الرشيده انتهت كده بدون وضع اي اساس للخلافه او نظام لتداول السلطه ولا اي حاجه. كلها قامت بالصدفه، كلها قامت باختيار كده، مش عايز اقول عشوائي، ولكن هو الاختيار الوحيد. انا من رايي ان هو كان نور الاختيار. الاختيار الوحيد ان يحط خليفه، او بعد ما يجي هو يبايع خليفه اللي هو ابو بكر الصديق يبايعه، وقبل ما يموت رشح سته. الوحيد اللي عمل فكره ما عن موضوع الخلافه. بعد كده مفيش لا قبل ولا. يعني بالنسبه مثلا لعلي بن ابي طالب، الصوار هم اللي جابوه، اللي صار على عثمان بن عفان وقتلوه، هم اللي جابوا على علي بن ابي طالب، رشحوه خليفه وهو ما كانش قادر لان الظروف كانت صعبه جدا، فقالوا لا لازم تبقى لازم انت تتولى. وعلي بن ابي طالب نفسه برضه يلاقي مصير عثمان بن عفان. انا مش عايز احكي حاجات كلكم عارفينها طبعا يعني، بس انا في الكتاب كله انا ما قلتش رايي خالص الا مرتين. مره في مش عارف، المفروض ما اقولش رايي في تاريخ، يعني ده تاريخ بنحطه قدام الناس والناس تقراه بس كده. فانا قلت رايي في المقدمه، يمكن في ثلاث اربع جمل خلال المقدمه، وفي نهايه الكتاب حطيت علامتين تعجب. ده رايي لما اخر خليفه عباسي مات. هو القتل طبعا قتل يعني بشع جدا، يعني حطوه في شوي التتار، حطوه في شوي وقعد يدوس عليه لغايه ما مات. الاستاذ ابراهيم عبد المجيد ما رضاش يقول في المقال كده يعني تفاصيل، قال المقال لا يحتمل الدمويه دي. ما قلتش رايي تقريبا، انا سردت التاريخ فقط. ده اعتقد ان ده دوري، وتاريخ طويل يؤكد على فكره ان مفيش حاجه اسمها خير.